أنا كلي إيمان، أنا كلي إيمان بأن شعب الإيراني يوما سيطيح بالاستبداد الديني في إيران وسيهتف بالحرية والكرامة. أنا كلي إيمان بأن الشعب الإيراني سيطرق على أجراس الحرية وسيحتفل بنصره الأكيد. أنا كلي إيمان بأن شبان إيران يهتفون بنشيد واحد: أنا إيران، أنا إيران في الميدان فتحررت. أنا كلي إيمان بأن الشعب الإيراني لا ينسى أشقائه ومتحالفيه مطلقا، وإنما سيستقبلهم استقبالا حارا في سراء يوم التحرير. أنا كلي إيمان بأن الشعب السوري البطل سيتحرر وينشد نشيد الحرية مع الشعب الإيراني الشقيق. عاشت الحرية.